كلها بقى ودراسة كل دور ودوري المجموعات يعني كلها تراكمت في 2013 من حيث بقى أجواء البطولة، بتلعب بره، إيه الأسلوب اللي تلعب بيه بره ملعبك، الأسلوب اللي تلعب بيه جوه ملعبك، بالإضافة طبعا لمجموعة اللعيبة اللي كانت موجودة، كانت مجموعة مميزة زي ما أنت قلت، ومجموعة واخدة على البطولات، عندها خبرات كويسة جدا في أفريقيا. حصل تغيير شوية ما بين الجيل اللي خد مع مستر مانويل 4 بطولات، يمكن مستر مانويل خد 3 بطولات متتالية، يعني خد 2001 وبعدين سافر، وفي ولايته الثانية لما رجع خد 2005 و6 و8 3 بطولات اللي هم ورا بعض. فلا عايز اقوله ان كان معانا، كان في موجود في 2012 و2013 و2013 بالتحديد، كان في مجموعة كمان موجودة من هذا الجيل، فدي برضو ساعدت. عايز اقول برضو ملاحظة يعني جميلة جدا، وهي ان في ظل ال8 ألقاب اللي هم بطولة ابطال الدوري، هتلاقي ان مستر مانويل كمدرب اجنبي فاز ب4 ألقاب، وال4 ألقاب الاخرى حققها على ايد مدربين وطنيين، يعني سواء كابتن جوهر الله يرحمه او كابتن انور سلامه في 87، وايضا كابتن حسام البدري فعايز اقول ان زي ما الكابتن ربيع قال، سواء المدرب مصري او مدرب اجنبي، النادي الاهلي صانع زي ما بيصنع اللعيبه، وصانع وبيكبر اللعيبه، عايز اقول كمان انه بيصنع نجوميه اللعيبه، ويمكن قلناها في بدايه الكلام بتاعنا في الاستوديو، ان اللعيب ممكن يبقى بقاله 4 5 سنين بيلعب في نادي في الدوري مثلا المصري وكده، وبص تلاقيه في سنه واحده جه مع النادي الاهلي، مع النادي الاهلي خد 3 4 بطولات ابو تريكا، في حين ان هو مثلا بيلعب في نادي بقاله 4 5 سنين ممكن ما يكونش خد ولا بطوله. صحيح. يعني فعايز اقول ان دي يعني الحاجه اللي النادي الاهلي دائما بيضيفها للاعيبته، بيضيفها للمدربين، وبيضيفها للمسؤولين اللي بيشتغلوا فيه، بيأدوا دور في وقت ما يعني. فعايز اقول ان دائما صانع المدربين يا كابتن، صانع طبعا طبعا، ما بقول لك كابتن ربيع كان قالها قبل كده، طبعا على جميع سواء انت مدير كوره، سواء انت اداري، سواء انت طبيب، سواء انت صحيح. يعني اي واحد بيشتغل في النادي الاهلي ده الصراحه، لان في نقطه اوقات يجي يقول لك ايه، والله ده انا يعني بذلت مجهود وموتت نفسي. انت في النادي الاهلي انت بذلت مجهود بس خدت مقابل. صحيح. خدت مقابل، اسمك اتعرف. مش عايز اتكلم في الجماهير يا كابتن، انا بقول اسمك اتعرف، انت ممكن تكون غير اسمك اتعرف بالعربي كده، خدت المقابل ماديا قدام اللي انت عملته، فاهم قصدي؟ بل بالعكس بقى، انت ممكن كنت تلعب في نادي تاني او تدرب في نادي تاني او تخدم في نادي تاني، وما تلاقيش المقابل اللي انت خدته بقى من النادي الاهلي. صحيح. كاسمك ارتبط بكيان كبير جدا صحيح. فدي نقطه بس يعني كنت بقولها. قبل ما اروح لكابتن ربيع، وفي البطوله اللي انت خطها كابتن، كان مين اللعيبه اللي دايما كانت زي ما تقول بتنعش القعده كده، وتخلي الفريق وقت ما بتبقى انت عايز الدنيا تفك يبقى هم اللي بيقوموا بالدور ده؟ هو الجيل اللي هو بتاع الفتره الاخيره ده كان محمد بركات، مش عايز اقول لك دمه خفيف جدا، وكان طبعا يعني عايز اقول لك بيعمل نوع من زي ما انت بتقول كده، بيغير الاجواء بشكل. ساعات انت تقول له اعمل الحاجه دي، كانت هو لوحده. ها؟ اصل ساعات المدير الفني يقول له مثلا حاول تفك. لا هو ده بركات لوحده. هو بركات العادي بتاعه. ان هو كده، انت بقى لما تحب تعيشه في الاجواء. ده اللي مش عادي يعني. بس هو عنده بقى بصراحه مسؤوليه عاليه قوي، ان هو بيفصل ما بين دي وما بين لما بينزل الملعب بقى بتلاقيه، ما هو في لعيب ممكن بيقعد يهرج وي وي وي، بس لما ينزل الملعب تاثر عليه. لا هو عنده حته الفصل دي كويسه جدا، بالاضافه ليه احنا في نقطة محمد برضو لازم يعني نتكلم فيها بأمانة، يعني وهي ان كل جيل ما بيس